معلش بس عايز ادي رساله بس للناس اللي بتيجي تحقق احلامها بماتشات المنتخب الجزائري، اللي هو بيبقى عايز المنتخب الجزائري يعمل اداء ومع ذلك المنتخب الجزائري يعمل نتيجه، اللي هو انا عايز اداء جميل ونتيجه، ما اجيبلكش دي في دي معانا اللي هو باشا الارضيات سيئه والرطوبه بتبقى عاليه، ننزل شويه على الارض كده مع بعض هنرتاح والله، ننزل شويه على الارض كده هنلاقي الموضوع حلو، المكسب باي نتيجه مرضيه، المهم انك تطلع كسبان. هتقول لي والله يا مصري انت لو ساعات تاني هتلاعب الجزائر او كوت ديفوار. عايز اقول لك عزيزي الحمد لله رب العالمين، احنا كده كده هنطلع من اي حد سواء الجزائر او كوت ديفوار، بس نخلي لكل حادث حديث لما نيجي نخش الدور الثاني اساسا نبقى نتكلم عن موضوع. دلوقتي بالنسبه لنا كمواطن اتفرجت على مباراه الجزائر اللي فاتت قدام سيراليون، ما عجبنيش بصراحه الفكره بتاعت سفيان فغولي والفكره بتاعت ياسين ابراهيمي والاربعه واحد اربعه واحد، انما النهارده بصراحه مع رجوع اسماعيل بن ناصر الغالي وجنبه رامي الزروكي اعتقد ان نص ملعب منتخب الجزائر هيبقى قادر يشيل اي ثلاثه موجودين قدام. طبعا رياض محرز هيكون موجود ناحيه اليمين بعون الله، والناحيه الثانيه اتوقع واعتقد ان هيستمر فيها يوسف البلايلي رغم مستواه اللي ما كانش واو المباراه الاولى، تحتيه طبعا ناحيه الشمال رامي بن سبعيني، تحت رياض محرز هيكون موجود لعيب زي يوسف عطال، اثنين ارتكاز هيكون موجود فيهم جمال بالعمري، ومعاه اعتقد ان هو لازم يدي فرصه شويه لعيسى مندي او يفكر ان هو يرجع ثنائيه عيسى مندي وبدران لان ما كانتش ثنائيه فاشله قوي. تحتيهم طبعا هيكون موجود رايس بولحي. المهاجم اللي هيكون موجود مفترض النهارده بغداد بنجاح، لاني لا اتمنى ان اسلام سليماني يبدا في البدايه، اتمنى بغداد يبدا في البدايه، واتمنى مركز 10 ما يكونش فيه سفيان فغولي، وعشان كده خلينا مركز 10 اخر حاجه في الملعب، علشان انا بتمنى ان الكابتن او جمال بالماضي يحط فريد بولايه في البدايه، او بلاش يا عم فريد بولاي، حط سعيد بالرحمه، سعيد بالرحمه لعبها كتير، وسعيد بالرحمه على الاقل هيساعدك في انك تلعب 4-2-4 اللي انت بتحب تقلبها جوه المباراه، هتلاقي مثلا سعيد بالرحمه دخل لجوه وبقى مهاجم تاني ورياض على الطرف ويوسف بلايلي على الطرف، كده بالنسبه لك هتكون جميله جدا، انما نرجع احنا نلعب بسفيان فغولي، سفيان فغولي لسه راجع من الاصابه ولسه ما جابش مستوى، فاتمنى ان سفيان فغولي ياخد على الدكه النهارده شويه، او حتى كمان ممكن تلعب بياسين ابراهيمي موجود مركز 10، بس سفيان وياسين ابراهيم مع بعض في الملعب الفكره دي اثبتت فشلها. رامي بن سبعيني اتمنى ان هو ياخد واجبات هجوميه، واجباتك الهجوميه دي اعتقد ان هو ياخدها في وجود رامز وفي وجود اسماعيل بن ناصر، لان رامز واسماعيل هيغطوا عليه، هو يوسف عطله ما يعملوا زيادات هجوميه، وهتلاقي ان رامز واسماعيل هيكونوا ثابتين في نص الملعب مع زياده لواحد فيهم سواء اسماعيل او سواء رامز. نص الملعب لما يكون فيه رامز زاروكي واسماعيل بن ناصر اعرف ان انت على موعد مع ان يبقى عندك كوره نوعا ما جيده، بس برضو هرجع اقول للناس اللي جايه تحقق كل احلامها بماتشات الجزائر، ننزل يا جماعه على ارض الواقع شويه، واي مكسب كويس جدا، مش لازم عشان خاطر تاخد بطوله تعمل اداء جميل في كل المباريات، الموضوع ده مش لازم ولا منطقي ولا لازم ان انت كل مباراه تخش تكسبها 6-7 مش لازم الكلام ده، الكلام ده بيحصل معاك على طفرات، فبلاش يا جماعه نخلي الطفرات دي بالنسبه لنا تكون حاجه طبيعيه واساسيه، كنا بنتكلم احنا على الموضوع ده زمان ماتش بوركينا فاسو ان انتوا كنتوا ضاغطين الفرقه قوي، فبلاش يا جماعه واحنا بعيد على الفرقه نتوقع منها حاجات كبيره جدا، بحيث اللي هو انا ببقى جاي الجزائر تكسب 8 فلو الجزائر خدت 2 مش هطلع مرضي، اللي هو ايه يا عمي 2 احسن، احمد ربنا البطوله كلها اساسا ماشيه 1-0 2-1 2-0 فاحمد ربنا على اي نتيجه هتحصل، والمهم المكسب النهارده، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق للمنتخب الجزائري قدام منتخب الموريتانيا، لا ده تونس قدام منتخب غينيا الاستوائيه، وان شاء الله باذن الله يعملوا نتيجه كويسه ويعملوا اداء كويس، ولو ما حصلش الاداء الكويس المهم النتيجه كويسه، ولو ما فيش نتيجه كويسه يبقى اي فوز وسلام، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق للجزائر النهارده ومباراه ساحل العاج الجايه، ولكل حديث سريع، ولو عايز تجيب الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش براحتك، عايز رايك واحترم برضه.